ازيكم يا حبايبي يا كل اطفال الحياه. النهارده هكلمكم عن طيور مش بتطير. ايوه، ما هي مش كل الطيور بتقدر تطير. تفتكروا ليه بقى الطيور دي ما بتقدرش تطير؟ تعالوا نعرف. طبعا احنا عارفين ان معظم الطيور بيكون عندها جناحين زي العصفوره والبغبغان، والطيور اللي بتطير دي ربنا بيديها الجناحين، وكمان بيكون وزنها خفيف وعندها ديل، والديل ده مهم جدا لأن هو اللي بيحافظ على التوازن بتاعها وهي بتطير. كل الحاجات دي بتساعد الطيور على الطيران. أما بقى نوع الطيور اللي هكلمكم عنه النهاردة هي الطيور اللي ما بتطيرش، لأن معظمهم جناحه صغير جدا وكمان الحجم بتاعه بيكون كبير، زي مثلا النعامة. النعامة تعتبر من أكبر الطيور في الحجم، وزنها من 100 ل 150 كيلو، وزي ما قلنا طبعا مش هتعرف تطير. معظم النعام بيعيش في أفريقيا وبياكل النباتات والزواحف، وكمان بيحب ياكل الرمل لأنه بيساعده في عملية الهضم. وبالرغم من إن النعامة مش بتعرف تطير إلا إنها سريعة جدا. تعرفوا سرعتها قد إيه؟ بتجري تقريبا 50 كيلو متر في الساعة الواحدة، وتقدر تجري بشكل متواصل لمدة نص ساعة. كمان في نوع من انواع الببغانات مش بيقدر يطير، اسمه كاكابو، وبيعتبر الببغان ده هو الوحيد اللي ما بيعرفش يطير في فصيلة الببغانات، لانه برضه حجمه كبير ووزنه تقيل، وللاسف هو بيعتبر كمان من الطيور المعرضة للانقراض، وموطنه الاصلي هو نيوزيلندا. في كمان طائر ما بيعرفش يطير مفيد وكلنا بنحبه، اللي هو ايه؟ الفرخة. الفرخة مش بتعرف تطير لان جناحها صغير قوي، ما يقدرش يشيلها ويطير. الفرخة من الطيور المفيدة جدا جدا لينا طبعا، لأنها بتبيض البيضة اللي بناكلها على الفطار، وساعات كمان البيضة دي بتبقى كتكوت ولما يكبر بتبقى فرخة نقدر ناكلها برضو على الغدا، وبيبقى طعمها لذيذ جدا. ايه ده، شايفين مين ده؟ ده طائر كلنا بنحبه، بالرغم انه اكيد مش كتير مننا قدر يقابله في الحقيقة لانه ما بيقدرش يعيش هنا في بلدنا، بس بنحبه وبنحب شقاوته جدا. صح، البطريق. البطريق برضو مش بيقدر يطير لان ما عندوش ديل وجناحاته صغيرة جدا ووزنه تقيل، بس هو شاطر جدا جدا في السباحة، وكلنا اكيد عارفين انه بيعيش في التلج، يا اما في القطب الشمالي او القطب الجنوبي. النهاردة اتكلمنا عن الطيور اللي مش بتعرف تطير، ويا رب نكون عرفنا معلومة جديدة ومفيدة لكل أطفال الحياة.